أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه بسبب المعاناة التي يواجهها الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، شدد غوتيريش على حاجة الأهالي في قطاع غزة لكل أشكال المساعدات الإنسانية، لما لذلك من أهمية كبيرة للحفاظ على حياتهم. من المستحيل أن تكون هنا أن لا تشعر بأن يكونك قلب محط. نحن نشاهد تناقض بين خلف هذه الأسوار. لدينا 2 مليون شخصا يعانون بشكل كبير، لا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود، وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة. في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالمياه، بالطعام، بالوقود، بالدواء والطعام، بالضبط نفس الأشياء التي نحتاجها أن تكون في هذا الجانب من الحائط. إذا هذه الشاحنات ليست فقط أي شاحنات، لكنها خط حياة، هي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.